استقبل صباح اليوم رئيس الجمعية الوطنية الدكتور هارون كبدي بقصر الديمقراطية سفير المملكة المغربية لدى البلاد عبد اللطيف الروجة. تقوية وتعزيز التعاون بين البلدين كان في صلب المقابلة. تقرير عبد الله هارون مرمى. في ظل تعزيز العلاقات التعاونية المشتركة بين البلاد والمملكة المغربية في شتى المجالات سيما في المجالات السياسية والاقتصادية، يجيء حاز اللقاء الذي جمع رئيس الجمعية الوطنية الدكتور هارون كبدي مع سفير المملكة المغربية لدى البلاد عبد اللطيف الروجة، حيث تمحور اللقاء حول مجمل القضايا المختلفة بما فيها التعاون البرلماني بين البلدين وحماية البيئة والتنمية المستدامة. هذا ما صرح به سفير المملكة المغربية لدى البلاد عقب خروجه من اللقاء. استعراض سبل تنمية التعاون بين المؤسستين البرلمانيتين في كلا البلدين، وكذلك كانت المناسبة للحديث حول مجالات التي يمكن أن يتم فيها التعاون بين البلدين، وكذلك سلمت لسيادته دعوة من أخيه رئيس مجلس النواب وأخيه رئيس مجلس المستشارين للمشاركة في اجتماع تشاوري بين البرلمانات الإفريقية بخصوص إعداد لاجتماع برلماني إفريقي لإعداد تصور مشترك فيما يتعلق بحماية البيئة وكذلك التنمية المستدامة في أفق انعقاد الكوب 23 بألمانيا، وكذلك إعداد الاجتماعات الأخرى للاتحاد البرلماني الدولي. يذكر بأن البلاد والمملكة المغربية تربطهما علاقات دبلوماسية وطيدة ترمي إلى مصلحة البلدين الشقيقين.